الفجبل اللي كانت فيه بارة لم تعد بارة، وقلنا لهم لن تكون بارة. علاش؟ خاطر الفريق الميداني اللي يعمل غادي في الإدارة الجهوية للصحة شد الخيط نتاع البارة من البداية، لأنه عائلة بركة من البداية شد الخيط وبدينا لا مش عائلة، بعدين مهم حضروا في عرس أي هذيك هي مهم عائلة أكثر شوية من عائلة رو هي عائلة فيها 100 واحد توزعت الأمور. أنا نأكد اللي قبل لي ما عادتش بؤرة، وقلنا لهم رغم اللي وقتها كان ثم شوية جزاعة وما شكوا في المنطقة معنا، رأوا الوضع تحت السيطرة والقضية قضية توقيت. اليوم الحمد لله الكلام هذا يتحقق، وفوق منه سيريس كما يقولوا فيها على الجاتو، أنه قبل لي والحمد لله ما فيها حتى حالة وفاة، وهذا مهم. ونأسف على كل الوفيات الأخرى، لكن بالنسبة لقبلي رغم اللي كانت فيها بؤرة ما وصلناش إلى حالة وفاة في قبلي. بي برشا معناها دونك هي حاليا لم تعد فيها أي حاجة في عندها علاقة بالبؤرة، ولكن الاحتياط لازم. وأنا نقول بكل لطف ثم ولايات لو كان تم الالتزام فيها بالحجر ربما لم رانا ما سجلناش فيها نصف الإصابات، كان ثم باسم الاحتجاج وباسم الكذا وباسم كذا كان ثم خرق لقواعد الحجر مما ضعف الأعداد متاع الإصابات. سيد الوزير، هل العيادات الخارجية في المستشفيات باش ترجع؟ فما شكون اللي عندهم مواعيد ومواعيد هامة ومستعجلة، ما زالوا ما يعرفوش لي رونديفو كيفاش، وخاصة أيضا يطرحوا علينا في موضوع التنقل الناس خاصة اللي عندهم الشيميو والأمور هذية الكبيرة والمستعجلة. أنا نشوف فيها من الشباك متاع البيرو متاعي يطل على صالح عزيز، البارح هبط زوز عوائل قلت لهم هزوا البافيتات الماسك ووزوا على الناس اللي واقفة قدام السبيطار. ما نشوف فيه كل يوم قاعده الناس تجي وصف كبير ياسر، بدرجه اني كمل مره نذكر ونقولهم يبعدوا. العيادات بدات ترجع، وخذينا قرار عنده توا يجي 3 أسابيع باعاده النشاط المبرمج، سواء كان عيادات او عمليات جراحيه او تدخلات الى غير ذلك. باقيه العوده دي باش تكون بروغريسيف بشوية بشوية، والمستشفيات هي عندها الوسائل باش تخليها بروغريسيف، يعرفوا مرضتهم، يعرفوا درجة الخطورة متاعهم، يعرفوا تليفوناتهم، يتم استدعام، وكل من عنده وضع استعجالي يتصل بطبيبه أو يتصل بالاستعجالي ويأخذ الخدمات متاعه. ينجم مثلا المستشفى وإلا الطبيب يحاول أنه يلقى حل حتى في التنقل متاع المريض، هذا بتتكس ديكا بارتيكولي سيد الوزير، هي حالات خاصة، هي حالات خاصة، ولكن يمكن جداً أن تتكرر في برشا مناطق في تونس.